لم يمنع منها جيل حتى جيل الصحابة صفوة الخلق في الأجيال حدث لهم هذا يوم الأحزاب يصف الله المشهد فيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ريح وجنود إذ جاءتكم جنود لم تروها جنود إذ جاءتكم ريح وجنود لم وجنود تروها وجنود, وجنود إلى أن قال إذ جاءوكم يصف المشهد الصحابة كلهم في المدينة كم؟ ثلاثة آلاف صحابي وفوجئوا بجيوش الدنيا تحيط بهم جيوش قريش قبائل العرب مجتمعة اللي ما اجتمعوا على شيء قبل هذا التاريخ اجتمعوا على عداوة المسلمين غطفان وتغلب وهوازن وبكر ورعل وزكوان وكل قبائل اجتمعوا مع قريش من ومن أسفل منكم ومعهم الأحابيش أحابيش لا علاقة لهم بالمسلمين ومعهم اليهود بكل طوائفهم ومن ورائهم الفرس والروم كل تحالفات مم. الارض والذي ذكر ربنا الاربعه سموه الاحزاب كله تحزب مم. لقتل المسلمين بل العباره التي قالها اليهود قال حتى نقطع خضراء المسلمين على الارض فنرميهم عن قوس واحد مم. مم. اباده جماعيه اباده جماعيه الرب يصف المشهد فقل اذ جاءكم فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار أبصار من؟ الصحابة صحابة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون بلغت القلوب الحناجر من الخوف قلوب الصحابة من الخوف بلغت الحناجر وتظنون بالله الظنون من الصحابة من أساء الظن من الثلاثة ألاف أحدهم قال لا يقوى يعني رسول الله يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على قضاء حاجته وتظنون بالله الظنون يقول تعالى هنالك في هذه اللحظه في اللحظات دي لا وهنالك دي تفيد البعد ده فتره في الحصار ده لغايه ما القلوب استوت مم. كم استمر الحصار فتره الرب يصف فيقول هنالك هنالك تفيد البعد البعيد هنا للقريب هناك المتوسط هنالك البعيد جدا فتره طويله البعد هنا بعد النفس والحاله اللي وصلوا اليه بعد مكانة مش مكان قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا ايه اللي حصل؟ نافق من نافق وظهر مرض المريض وظهر خور الخائر وكل الكلام ده انكشف اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منكم طائفه مين؟ مؤمنين من يا اهل ياسر ما مقام لكم يحرضوا اهل المدينه انه يُمْشَقَّ عن الرسول لا مقام لكم فارجعوا قال ويستاذن فريق مش واحد ولا اثنين منهم النبي يقولون ان بيوت عوره بعوره الله كم عدد من اختل ميزان الايمان في قلوبهم في هذا الزلزال؟ ثلث الجيش ألف من ثلاثة ألف سبحان الله هذا الزلزال الشديد كان لتدريج الصحابة على مئة درجة جردات الجنة وضحت؟ إذا هذا الزلزال لم يخلو منه جيل. الرب في نهاية قصة سيدنا يوسف اللي ذكر فيها الابتلاءات بعد ما ختم بخلاصة سيدنا يوسف التي خرج بها قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن إلى أن قال إن ربي لطيف لما شاء إنه عليم حكيم. الرب في نهاية السورة يعطينا خلاصة الخلاصة. إيه الخلاصة؟ بين ان كل الانبياء كان هذا حالهم. فقال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. يعني كل الرسل كانوا ايه؟ رجال وبشر. هذا القدر كرر ثلاث مرات في النحل وفي الانبياء وهنا في يوسف. لكن هنا جاءت زياده غير واضحه في المواضع الاخرى. قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، يعني من اهل القرى. من اوسط الناس. نجار حداد راعي غنم فتصور أنت الآن أن رسول بعث وهو راعي غنم لرئيس دولة كبيرة زي أمريكا ترامب وقال له إني رسول رب العالمين كم كم السخرية منه كم كم الاستهزاء به كم كم التكذيب له في العالم الأمريكي وفي الإعلام العالمي وتشويه لصورته بل كم كم العدوان عليه وعلى من يؤمن به وبرسالته تخيل أن رسول كعاد نبي اللاهوت أرسل عاد, عاد أقوى من أمريكا بمراحل كانت تحكم العالم وكانت أقوى بكثير جدا بل قالوا من من أشد منا قوة تحدوا كل أهل الأرض رب الأبد لم يذكر أن هناك دولة أقوى منهم بل ذكر أن القوة التي تقهرهم قوة الله وحدها وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة التي لم يخلق مثلها في البلاد ده عاد بس المدينة اللي بنوها يعني وقيل القبيلة لكن الشاهد أن لما يأتيهم راعي غنم ويقول لهم إن رسول رب العالمين ماذا يصنع فيه فرب لم يذكر هذا المعنى ليدلنا على كم التكذيب كم الإيذاء اللي وقع مع كل رسل مع كل الانبياء ثم يقول في النهايه الى اي مدى وصل؟ قال حتى اذا استيأس الرسل هذه خلاصه الخلاصه حتى الرسل حتى اذا استيأس ما معنى استيأس؟ يئسوا لا لو قلنا يأسوا لاتهمنا الانبياء بما يؤدي بهم الى الكفر وحاشاهم في نفس السوره نبي الله يعقوب يقول فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون صحيح. السين والتاء إذا دخلت على الفعل عانت الفعل للفعل فقوله حتى إذا استيأس الرسل يعني طلبوا كل سبب للنصر حتى فقدوه فلم يعد عندهم سبب من أسباب النصر إلا ونفد ولم يعد عندهم أمل في سبب آخر فمعنى استيأس نفدت الأسباب وانقطعت الآمل في الأسباب <applause> وهنا عبارة دقيقة جدا الآية الحقيقة عجيبة حتى إذا استيأس من؟ الرسل قال الرسل طب هذه السنة جرت لكل الأنبياء لماذا خص الرسل بالذكر؟ ليبين لنا حقيقة أن هؤلاء أحب الخلق إليه هم الرسل صفوة <applause> الخلق وصفوة الأنبياء فإن أجرى الله فيهم هذه السنة فهل تمنع عمن من بعدهم عن غيرهم إذا كان أحب الخلق إليه أحدث لهم هذا الزلزال صحيح فكيف يعفى منه غيرهم؟ صحيح بل لما تدبرت في القرآن ذهلت سيد الخلق وصفوة الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرب خاطبه بهذا في القرآن نصا قال قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون من اتهامات باطلة وأكاذيب وغيرها قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تكذب مش شخصك تكذب للرسالة اللي تحملها ها؟ نعم طب بعدين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بعدين قال له ولقد كذبت رسل من قبلك لست أول من يكذب ولا آخر من يكذب ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا طب إلى متى قال وأوذوا يعني ليت الامر يقف عند حد التكذيب والتشويه، لا ده في ايذاء وفي قتل وفي طرد وفي سحب، وجل الانبياء لما تستعرض حياتهم عز منهم من مات في بلده. اذا ندرك جميل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، واوذوا الى متى؟ قال حتى اتاهم نصرنا اتاهم نصرنا. يعني حيستمر التكذيب لغايه ما تنتهي مرحله التدريج على درجه الجنان الغربله مرحله الزلزله مم. ثم ياتي النصر. مم. واوذوا حتى اتاهم نصر طب ما في يا رب ما النصر بايديك وما النصر الا من عند الله. بالزبط. لماذا لا ياتي بالنصر باي طريق اخر؟ مم. عشان درجة الجنه يخطر ببال احدنا هذا السؤال. بالضبط صحيح وهو فالرب يجيب فيقول ولا مبدل لكلمات الله. هذه السنه مم. تغير هذه السنه تتغير يعني الحكمه هي ان تمتلى درجات الجنان الحكمه ان تملا الجنان بالمؤمنين وهذه حكمه عاليه قد لا يراها الانسان لانه جاهل بحقيقه ما يجري الرب في قدره والجهل ده لو وقعنا في الطعن في الله وفي اه 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 اتهام أقل